بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. في عز الشحن بين فريقين من الناس وفي قلب أحداث قد تكون دامية أو مؤسفة وفي وسط قلق يسيطر على الأجواء وفي خضم إعادة ترتيب البلد من أول وجديد، نعيش جميعا في صخب قد يصم الأذان ويبعد الأنظار عن أي شيء آخر. وده شيء طبيعي جدا إنك تنشغل بأشياء مهمة ومقلقة بتخص مستقبل بلدك وبالتبعية مستقبلك ومستقبل أولادك، فتلاقيها بتفصلك وتبعدك عن أي شيء آخر أقل أهمية. وده برضو حال ناس كتير قوي، الشيء الأهم بياخد وقتهم وتفكيرهم ويبعدهم تماما عن الأشياء الأقل أهمية، إلا الصلاة والصوم والفروض الدينية. هي دي الحاجة الوحيدة اللي يمكن كل ما الأزمات بتشتد والدنيا بتقفل في وش الواحد بتلاقي إنه أهمية الفروض دي بتزيد حتى في حالات الموت. هو في أهم من كده حدث جلل؟ فهو يقلب الحياة أساساً رأساً على عقب، وقد يفقد التوازن ويعمل خلل في منظومة علاقة الإنسان بما حوله من ناس أو شغل أو مظاهر، يعني مظاهر الحياة بشكل عام. إلا إنه لو انفصل عن الدنيا كلها بيتصل فوراً برب العالمين اللي ملوش غيره، واللي صلاته في الوقت ده بتكون هي نقطة الضوء الوحيدة في وسط مساحة شديدة العتمة، فهي همزة الوصل الوحيدة بين الإنسان المهموم وبين من بيده فك الكرب وإزاحة الهم وإدخال الطمأنينة إلى القلوب. ويمكن تلاقي الإنسان في عز مرضه اللي ممكن يخليه يعني يهجر الدنيا، كل الدنيا بما فيها، وبيسلبه أحيانا حب الحياة إلا إنه بيتمسك بأداء فروضه وصلواته، لأنه ساعتها يعني بيبقى محلتوش غيرها، كله زايل وخلصان، والدنيا مع مرضه وضعفه بتبقى بكل بهجتها وزهوتها لا تساوي شيء. الشيء الوحيد اللي بيبقى له قيمة هو الصلة بالمولى عز وجل اللي هنقف بين إيديه وهنتعلق برحمته ونستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله ولا رحمة إلا رحمته. وأعتقد إن القلق اللي احنا عايشينه اليومين دول اللي خففه وجعله أقل صخبا وأقل إزعاجا هو انغمسنا في هذه الصلة الربانية الروحانية بفضل هذا الشهر الكريم، فتحس إن أي أحداث بتحصل وكأنها في عالم آخر غير هذا العالم الروحاني الذي نعيشه، وتحس إنه مهما حصل من تصعيد أو من خلافات أو فكأنك محطوط جوه بيت إزاز فيه كاتم لأي صوت خارجي مزعج، وتحس إنك محمي بنور إيماني يفصلك إلى حد كبير عن أي شيء ممكن يعكر صفو هذا النور. فيا بخت من يمشي في ظل هذه المحمية الطبيعية المسماة بشهر رمضان ويستمتع بهذه الهالة التي تحيطه وتنقي سمعه وروحه. احنا يسعدنا اننا بنطل يوميا على مشاهدينا في شهر رمضان وبنفصلهمش عن روحانيات هذا الشهر الكريم، ونتمنى اننا يعني نكون سبب في تثبيت كل ما له علاقة بروحانيات وإيمانيات هذا الشهر الكريم في وجدان كل من يتابعنا. النهاردة هيكون معانا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، هنكمل معاه ملف قصص وأخلاق الأنبياء اللي فتحناه قبل رمضان وإن شاء الله نستكمله طوال الشهر الكريم. احنا ما زلنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، هنكملها بس بعد فاصل قصير.